من 2030 مش اسوي شموني يمنوا ويسون ساكتك هسه عفت انا جماعه قالوا لي مزور قلتوا مين العامه قلتوا مين خاطبوا انتم عندكم اوراق خاطبوا وقف هدا هدا قول يا الله قول يا الله سيدي انا حل الكبيرة اللي عندنا هو قسم كبير انا كنت فيها بصراحه جماعه جدا الرجل الاول في الوزاره بيجي يكون على طول المشكله الكبيره عندنا سيدي احنا قسم كبيره من المعاتب ما عندهم قاعده بيع ولذلك سيدي انا من جيت ما عالجت شيء عالجناه أنا من جيت سيدي كانت أقول لك لازم لجنة تناقض فترة يعني مرضت على عملي فسويت كتاب للأمين العام مشروع السيد الوزير السابق وطلبت مفاتحة رئاسة أركان الجيش حتى نشكل لجنة برئاسة أركان الجيش أنا بصراحة أريد أحمي نفسي وربعي أحمي الدائرة فاللجنة تشكلت سيدي من 8 أفراد برئاسة فريق سمير و7 مدراء ويا إحنا نسوي التقرير الابتدائي الأول نكتب له اللي عندنا موجود ونرفعه التعديل اللي يعني مطلوبه اللي يصير مثلا بالاسم الرباعي باللقب يجيب لنا يعني صوره قيد نفوس او كذا قسم من عندهم تاريخ دخول الخدمه ما موجود قسم عنده مثلا شهاده ما موجوده قسم من عنده مواليده مو صحيحه وكثير من التناقضات اللي موجوده احنا سيدي بي انا اطلب من جنابه وهذا كل الجرحى حملونا مسؤوليه من طرحت سيادتك نتامل انه هذا القسم يصير عمليه وسويت بي انا ذيك المره دراسه كان اكو وجهه نظر عند السيد الرئيس كان الجيش قال يعني مو بالوقت الحاضر يعني تشكل الحكومه تدري جنابك تشكلت الحكومه. الامر يا سيدي هاي تعنى بجرحى الجيش الحالي من المتقاعدين اللي الان هم ما حد يراعيهم، يعني الان هو يروح على المستشفيات الحكوميه حاله حال اي مواطن، ما له امتياز يعني يطلع حويه الجرحى مالته مثلا او على سبيل المثال ينطوف علاج او يجرون عمليات يعني على حساب الدوله ما في. جرحى الجيش. والجرحى الجيش ايضا نفس الحاله. احنا الان بشكل شخصي ندز عليهم جرحى الجيش السابق يسمون الامريه امريه رعايه الجرحى بس مو نفسها اللي موجوده برئاسه اركان الجيش امريه رعايه جرحى الجيش السابق والمتقاعدين اتمنى سيدي يعني انت سيدي كلك خير وبركه والناس متامله ان شاء الله ايوه اي شغله بيها داعمكم ان شاء الله البركه سيدي فالحمد لله شكرا سيطرنا على البريد كله يعني اللي موجود ماكو كتاب يطلع يروح يمنا ويروح يسرا ماكو بريد الكتروني بريد الكتروني موجود اضافه الى انه سيدي هسه هم شوف جنابك احنا موضوع بوابه هو دخلنا فيه بدنا نشتغل عليه صار فتره وعندنا ايضا موضوع الباركود اللي بالاستعلامات يستلم المواطن من يجي ينطو باركود ويجي يخلي جوا الجهاز يعرف محاملته بيا مكان وبوابه هو قاعد ببيته يعرف محاملته بيا مكان سيدي كملنا شوف جيتوا الدعم للموضوع انا ونعمل اكسيد ما تخسر مرحبا يوم مرحبا واهلا وسهلا بكم متبعون للفقير ان شاء الله وانتم طيبين ورحمه على قيس الرضا هاي هويتي والله على الفقير الركب متبعون ماله تقاعد وعيوني هاي ما اشوف بيها والله حتى 25 اريده اروح بهم كلفيه ما عندي ومن حرب ايران راح زوجي مفقود لا كرامية ولا حقوق ولا كل شيء ماكو وريد على الله وعليكم سيدي عندك تليفون؟ لا والله ما عندي شلون خابرش؟ انا بمدينه الصدر هسه شلون خابرش عندك؟ انا؟ ايش عندك؟ والله يم الله ويم الله خير اريد عوينتي هاي تسوي لك على الله وعليك مال عوينتك على يا بعد قلبي رحمه على ديس الرضاحتي وحم الله والديكم وما تقصرون انتم كان يشتغل وين وين عسكري وين عسكري وين غير بحرب ايران كان افتمت انا بالكيانات المنحله ايش عندك؟ سيد هذا مفقود الحرب العراقيه الايرانيه ومروجين له معامله تقاعد جاي تراجع على مستحقاته كل شيء ما جنابك تعرف بس الى تقاعد فقط الله والديكم رحمه على ديس مشكورين من عندكم هلا بي هلا بي طلبت تمديد من حضرتك تمديد؟ تمديد خدمة
وقدمت صنفك شنو؟ اداري سيدي في البرلمان. على الله وعليك انت دورك توصل امورنا ومعاناتنا للبرلمان. لان عمرنا كله خلص بالجيش. عمرنا خلص بالجيش، تفضل انا 63 سنه عمري لا راتب لا رعايه لا تقاعد، كفي لك الله. وتقدر بالحرب السنه بس اليوم 10 سنه بالحجاب. دفتر وكتب التسريحه مال وردات عندي كلها معتمده. هاي دفاتر الرسول. انا محمد الوايد الخرم. شنو؟ 100 في 3 شنو؟ هات رسالة. لازيك هي تقاعد. اي شنو المشكلة؟ التقاعد الوطنيه هاي مو تقاعد، هو سبب هذا كتاب دازيك الهيئة التقاعد الوطني القسم العسكري. احنا مكملين بالنسبه لنا على ابو التقاعد على الساب. رحت هسه رحت ايهاب. ايش قال لك؟ مو ايهاب، هذا هيئة التقاعد الوطني القسم العسكري. هذا باو عليه فقره الشارع. واضح. ايش قالوا لك بالتقاعد العسكري؟ قالوا هذا مزور منا. انا شنو مزور؟ ما عندنا مزور. هسه انتظرني هسه انا خبر استاذ ايهاب. انتظر مو يميها بس هسه هيك هسه استاذ بس اصور لي شويه. ها استاذ خاطبوهم، هذا الكتاب قالوا لي مزور، خاطبوهم قلت لهم هم صار. بعد ايش؟ طيب زين هذا شنو؟ هذا كتابنا شنو مزور؟ هذا مو هذا مال سعدي. هذا مالكم صح؟ يا جماعه قالوا لي مزور، قلت لهم العامه قلت لهم هي خاطبوا انتم عندكم اوراق خاطبوا خاطبوهم استاذ قرا بس قرا زين بس على كيفك. على كيفك على كيفك. هم من بو شو بابو طبعا. حتى سيدي من 2003 بس اسوي شمون يمنا ويسون ساكتك هسه عفيت ما زين. خلي ضابط وياك بابا. هدا قول يا الله قول يا الله. سيدي انا حل سيدي انا خبر التقاعد العام. خلي ضابط هسه هاي شو هاي يوم يرتبط بفريق ابراهيم وين وجهه؟ تعال عدنان صح لي عقيد محمد اكرم بسرعة. استاذ عاد هذا بس شوي بس هسه احل لك اياها. هاي شبه حسين شغاتي هسه حلينا لك اياها ان شاء الله. مشمول استاذ ضابط يتفرغ وياي ويرتبط بيا. شاهد يرتبط بيا. تعبوه الله جارك وياي وياي هسه انت تليفون ما حصل. تراك هواي هيك حالات. سيدي انا مفتوح بابي، جنابك قبل لا تجي انا يمكن بحدود 10 كانوا قاعدين يمي بس طلعتهم لانه جنابك جيت. زين وين العقيد هذا؟ هسه يجي عقيد محمد اكرم صحيح. عقيد محمد تعال اتحرك هنا ويا الاخ. شوف لو عسى عقيدك محمد تعال. هذا الكتاب هسه تاخذ سياره وتروح على استاذ ايهاب. شو يريد من عندنا؟ ايهاب قال له مزور. قول له شلون مزور؟ قال اخبار هاي دجون علي. روح وياه. وين انت؟ انا روح وياه عقيد. روح تعال وياه عقيد محمد. روح وياه عقيد محمد. مشكور استاذ الف رحمه عليه. ما تعوف الا تكمل يا يحتاج تدخل مازن. نعم سيدي. ترقبك لعقيد محمد. نعم سيدي. تعال يا روح على جولك. ما يبارد بابا تعال. سيدي قول لك كلها مشي ما يبارد. سيدي اليوم احنا اليوم الثلاثاء ما عندنا ذاك الجهد، يعني احنا احد واثنين زين وثلاثاء عندنا جهد كبير، اربعاء وخميس مو ذاك الجهد لان اغلبها محافظات. بس والله سيدي لو تجي يوم الاحد والاثنين تشوف المراجعين انا يوميا 50 60 واحد استقبل. المعاون نفس الحال، مدراء المديريات نفس الحال. انا سيدي ممنون جدا لزيارتك، كنت اتمنى من زمان يعني وما عندك وقت ولا كان سويت لك انجاز. حتى احنا محضرين والله سيدي. عندي فقرات ما اقدر ادوم. بطل مساعد الله مساعد. حاضر جدي. تنقلني على القاعده مال كارسو. وين؟ القاعده مال كارسو. اللي بالحله سيدي. التقارير ما حاضر فريق ابراهيم. الله يوفقك سيدي. علي محسن حمد.